أهلا بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا الكرام في آخر وقفتنا الحوارية في حالات النهاردة من هذا الصباح، واللي هنتكلم فيها عن موجة الطقس السيء اللي مرينا بيها في الأسبوع اللي فات واللي تعرضت ليها البلاد. الموجة دي كانت ناتجة أو يعني كان من أعراضها انخفاض كبير في درجات الحرارة مصحوبة برياح شديدة محملة بالأتربة في بعض المحافظات، وده دفع البعض للقول بأن الشتاء السنة دي هو من أكثر المواسم برودة من سنين ليست بالقليلة. البعض الآخر من خبراء الأرصاد شايفين أن اللي بيحصل حاليا هو من تقلبات جوية وانخفاض في درجات الحرارة أمر طبيعي نظرا لأننا في موسم الشتاء وفي موسم هذه التقلبات بشكل عام. هنتعرف أكثر عن طبيعة المناخ هذه الفترة وأسباب حدوث هذه التقلبات السيئة مع دكتور علي قطب خبير الأرصاد الجوية وأستاذ المناخ بجامعة الزقازيق. صباح الخير يا دكتور علي. صباح النور، أهلا بك. أهلا بك. اللي حصل الأسبوع اللي فات ده واللي يمكن النهاردة الحمد لله أول يوم نحس إن في جو تحسن كبير بالنسبة للأسبوع اللي فات مقارنة باللي حصل بالتأكيد يعني. في الأول ده طبيعي اللي بيحصل وأسبابه تحديدا. طب خلينا نقول إحنا الشتاء برد وهوى وسحاب ومطر ورياح، ده الشتاء طبيعي يعني. طبيعي. وأعز فصل الشتاء أو فصل الشتاء جغرافيا بيبدأ من 22 ديسمبر صحيح. وينتهي في 20 مارس. يبقى ذروة الشتاء شهر يناير وأواخر ديسمبر أو نص الأولاني من فبراير صحيح. وبالتالي هنلاقي كل العناصر الجوية مع بعضها مؤثرة. بتختلف بقى من موجة إلى موجة، عمر ما بتيجي موجتين ورا بعض، لكن بتيجي موجة يعقبها اعتدال بسيط ثم ترجع موجة تانية وهكذا. الهواء بيتحرك في نص الكرة الشمالي في شكل موجات. مصادر الهواء بتلعب دور كبير جدا في إحساسنا بالبرد. وأنا هنا بقول إحساسنا بالبرد، هو البرد إحساس؟ طبعا إحساس. ليه بقى؟ لأن الناس متوقفة تقولك ده درجة الحرارة 14 يا ده الجو شديد البرودة، ده درجة الحرارة 10 يا ده قارس البرودة. طب ما احنا لازم نعرف الهواء ده الرطوبة النسبية بتاعته مصاحبة ليه عالية ولا رطوبة منخفضة جدا؟ هو سرعة الهواء اللي مصاحبة ليه شديدة ولا منخفضة؟ لو عرفنا كل العناصر دي مع بعضها نقول ده أمر طبيعي اللي حصل. يعني احساسنا بالبرودة مش بس درجات الحرارة أبداً أبداً، مش بس درجات الحرارة المفروض نحكم بيها عن البرودة. بالضبط كده. يعني احنا لو قلنا ان درجة الحرارة على مدينة القاهرة كانت 14 وفي الأسكندرية 14، بس الرطوبة النسبية في القاهرة كانت 40% وفي اسكندرية كانت 70%، يبقى الجو دافي في اسكندرية أدفى من القاهرة. مع ان ده دايما في الشتاء اسكندرية في السنين الأخيرة بقت أدفى من القاهرة عشان الرطوبة عالية. طب الرطوبة دي بتيجي منين؟ بتيجي من مسطحات مائية ومزروعات. طب القاهرة ما فيهاش مزروعات، وبالتالي نسب الرطوبة بتبقى منخفضة، وبالتالي السحب ما بتتكونش كتير، وبالتالي الأمطار بتكون نادرة سقوطها في القاهرة عن سقوطها في الوجه البحري والسواحل الشمالية. طب اللي حصل ده كان مصاحب ليه تيارات هوائية على سطح الأرض اللي بنسميها رياح نشطة جدا، ولكنها الرياح دي كانت جايه منين؟ من جنوب اوروبا. طب هي اوروبا بتجيب تراب؟ لا. بس الهواء نفسه مع وجود منخفض جوي اتحرك وراح على الصحراء الغربيه، فاصبح مصادر الهواء بتاعتي جنوبيه غربيه وغربيه جايه من الصحراء الغربيه. الصحراء الغربيه كلها رمال. يعني الرياح نازله الاول من جنوب اوروبا؟ من جنوب شرق اوروبا، جنوب من سيبيريا. ونازله بارده جدا، فكل ما الهواء يكون بارد وينزل على الصحراء بيجيب معاه اتربه ورمال بتتحرك. لو الهواء دافي ما يحركش رمال بقدر هذا القدر، لكن سرعه الهواء تقيله فبتحرك الاتربه والرمال، وده اللي حصل ووصل لحد العواصف الترابيه على جمهوريه مصر العربيه تحديدا في المناطق الشماليه وعلى الوجه البحري والقاهره وحتى شمال الصعيد. طيب دكتور علي، برضو حضرتك بتقول ان ده امر طبيعي وان ذروه الشتاء هي في الوقت اللي احنا فيه طبعاً ده طبعاً. وشهر طوبه زي ما بيقولوا بيبقى هو اللي مليان بالتقلبات. بس الشده في التفاوت ما كانتش موجوده السنين اللي فاتت، يعني سنه عن سنه التفاوت بيزيد وشده الجو بتزيد. هل انا صح ولا ده مجرد برضو توقعات مواطنين واحساس مواطنين؟ ده احساس بس. المفروض اللي بقى اللي بيقيم هذه الموضوعات ادوات الرصد الجوي اللي بترصد. طب
الموجة بتاعت الأسبوع دوت اللي حصلت يوم الأربع ويوم الثلاث والحد والاثنين، أقل درجة حرارة عظمى سجلت على القاهرة كانت 14 درجة مئوية. طيب السنين اللي فاتت قبل كده في 2010 على القاهرة سجلت درجة الحرارة 11 درجة مئوية، وفي سنين سجلت العظمى 10 درجات مئوية. إذن المقياس بتاعي بالنسبة لدرجة الحرارة لا، السنين قبل كده كانت أبرد من دلوقتي. طيب في نفس الوقت الهواء اللي كان قبل كده من سنين فاتت كان في مسطحات ومزروعات كتيرة، فدي كانت بتدي ارتفاع بنسبة الرطوبة، فكنا بنحس بالبرودة ولكن إحساس أقل. الموجة دي مشكلتها كانت سرعات الرياح العالية اللي كانت مصاحبة لدرجة الحرارة المنخفضة، واللي زود منها ان سرعة الرياح كانت وصلت لأكثر من 80 كيلومتر في الساعة، بنسميها جاست ويند في بعض الحالات. سرعات الرياح اسمها نفحة، تيجي في مرة عملت رياح 80 عصيفة. كيلو ده معتقد سرعة عالية جدا جدا. المتوسط بتاعها مفروض من 10 ل 20 عقدة، من 10 ل 20 كيلومتر في الساعة. ده متوسط، لما تبقى 50 بتبقى عالية، لما تبقى 80 كيلومتر في الساعة جاست ويند تبقى اعلى بكتير عادية. وبالتالي الاحساس بالبرودة اكبر. دي نقطة. النقطة التانية عامل الزمن، هو لما درجة الحرارة تبقى 14 لمدة 6 ساعات تبقى زي احساسنا بيها لو كانت 14 لمدة ساعة واحدة؟ اكيد لا. لما يكون 6 ساعات هتبقى ابرد، وبالتالي درجة الحرارة منذ الساعات الساعة 10 صباحا حتى الساعة الخامسة عصرا كانت 14 ونص 15 في الرينج ده، وبالتالي احساسنا بالبرد كان طول النهار موجود، بالذات في البيت. يعني البيوت يمكن كمان بتحتفظ بالحراره. هنتكلم عن البيت، احنا بنقيس درجه حراره الهواء في الشارع. طب في البيت بقى المباني بتاعتنا محتفظه بالبروده، ما احنا خايفين من البرد بره، فقافلين الشيش والازاز. نقعد يومين قافلين الشيش والازاز، ده مش صح. الصح ايه؟ جو زي النهارده مشمس كده، التهويه. الهواء بره ادفى من الهواء اللي جوه، فلازم نفتح الازاز والشيش عشان الهواء الجديد اللي يدخل في نسب رطوبه، في تدفئه افضل، في تجديد للهواء، وبالتالي يبقى البيوت كده بتاخد هواء مجدد في اكسجين. وفي نفس الوقت مع الموجه اللي فاتت والاتربه دي ما كانش ينفع. لا ما ينفعش كده. في حاله الاتربه هتبقى مضره. طبعا في حاله الاتربه لا، نقفل شيش وازاز. ده مش كده بس، ده كلنا نلبس ماسكات. ليه؟ لان الاتربه دي ضاره للانسان السليم، فما بالك لو انسان مريض عنده حساسيه. ولذلك احنا مصادر الهواء بتاعتنا اول ما نقول رياح جنوبيه او جنوبيه غربيه هنلاقي فيها اتربه اذا كانت سرعه الرياح عاليه شويه. صحيح. طيب هل الأتربة دي كلها زي بعضها؟ لا طبعا، في فرق بين الرمال والأتربة العادية. الأتربة العادية دي اللي هي بنسميها هيز بتبقى موجودة في الغلاف الجوي دي بصفة عامة يعني. طيب ده يخلينا ننتقل لقضية أعتقد أنها ممكن تاخد كلام كتير قوي، بس لو حبينا نلخصها، هو تأثير التغيرات المناخية اللي بتحصل في الكرة الأرضية كلها بشكل عام على المناخ في مصر، على مناخ الأرض، مناخ الأرض وتحديدا في مصر. مصر كانت من أكثر الدول المعتدلة مناخا سواء صيف أو شتاء طول العام، من أميز الدول مناخا وطقسا. التغيرات بقى المناخية الكبيرة اللي بتحصل على مستوى العالم في الكوكب كله تأثيرها إيه؟ التغيرات المناخية اللي بتحدث على مستوى العالم بيختلف تأثيرها من منطقة جغرافية إلى منطقة جغرافية أخرى. يعني ايه تغير مناخي؟ يعني في ارتفاع في درجة حرارة الارض، هيبقى في السلوج هتسيح وارتفاع منسوب المية هيزيد في البحار، ده المفروض. لكن هل كل مناطق العالم هتبقى كده؟ لا، نتيجة لان التضاريس بتلعب دور كبير جدا في المناخ. من العوامل المؤثرة على المناخ اولا التضاريس والموقع الجغرافي. احنا ربنا ميزنا بموقع جغرافي متميز في وسط العالم، بنتأثر بهواء بتاع جنوب اوروبا الى حد ما بارد مش شديد البرودة. يعني لما نقارن الهواء اللي في جنوب اوروبا غير الهواء اللي في وسط وشمال اوروبا، أكيد. لما نقارن الهواء اللي في سيبيريا اللي درجة حرارة فيه هناك 50 تحت الصفر غير الهواء بتاعنا اللي هو في خط عرض 30 وخط عرض من 22 ل 30. كمان مصادر الهواء بتاعتنا لما تكون جاية من الجزيرة العربية الهواء السطحي بيبقى هواء دافئ، او ان جاي من الصحراء الغربيه بيبقى هواء دافئ، لان دي مناطق معتدله من حيث درجات الحراره، لان الاشعاع الشمسي اللي بيسقط عليها كميته كبيره وبالتالي في تدفئه. احنا دورنا في مصر هنا تاثرنا محدود جدا بالمناخ. ليه؟
احنا يجب ان احنا هنتعامل مع التغير المناخي. في تغير مناخي موجود، ولكن بنتعامل معاه. نتعامل معاه ازاي؟ ان احنا بنستصلح اراضي زراعيه، ده ايجابي جدا جدا جدا. ما نعملش تجريف للاراضي الزراعيه. ليه؟ علشان نسب الرطوبه تزيد، علشان السحب تكتر وتزيد، عشان يبقى في فرصه مطر تزيد وتسقط امطار علينا، ونستفاد من الامطار ديت من خلال مقرات نحطها في خزانات ونستفاد، لان حرب المياه حرب كبيره جدا. بدل ما احنا النهارده بازاي الامطار اللي هتجينا من اثيوبيا قليله، لا احنا ممكن نبقى احنا نستصلح الاراضي الزراعيه كميات كبيره، ما نجرفش الاراضي الزراعيه. وده اتجاه الحكومه والدوله. صحيح. وده حاجه مميزه جدا. لما نقول النهارده العاصمه الاداريه هيتعمل فيها نهر، ده من وجهه نظر الارصاد الجويه ده شيء ممتاز جدا. النهر ليه؟ لان النهر ده هيدي في المنطقه دي تكون للسحب، هيدي ارتفاع للرطوبه، هيقلل من نسب الـ 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 الهواء الجاف وترتفع الرطوبه، وبالتالي ممكن يبقى في فرص امطار في المناطق دي. فاحنا يجب ان احنا نتوائم مع التغير المناخي حتى لو موجود. لكن اكبر دول مصدره للتلوث البيئي في العالم هي الولايات المتحده الامريكيه والصين. احنا نسب التلوث بتاعتنا اقل بكتير، ولكن متضررين. ولذلك المؤتمرات اللي بتعقد دوليا كلها بتقر ان وتوصي بان يجب ان الدول المتقدمه دي الصين والولايات المتحده واوروبا تمد الدول اسيا وافريقيا بالتكنولوجيا الحديثه الماليات، لان هم طبعا بيلوثوا الجو، فالمفروض ان هو في ماليات بتفرض عليهم، ولذلك يجب تعويضات، يعني بالتعويض طبعا. والتعويض ده هيفيدنا احنا في التكنولوجيا وفي التقدم وفي التصنيع وما الى ذلك. طيب نرجع للطقس في مصر والتقلبات اللي بتحصل، يعني نصايحك للمواطنين ان هم ازاي يقدروا يتعاملوا مع الموجات الطقس الشديده البروده اللي بنمر. اولا انا بشكر الاعلام بصفه عامه. ليه؟ لانه وقطاع الاخبار بصفه خاصه التلفزيون المصري، لانه بيتابع الاحوال الجويه اول باول. دي نمره واحد. نمره اتنين ان المواطن والمواطنين بصفه عامه والمشاهدين يتابعوا الاحوال الجويه من خلال النشرات الجويه وما يصدر عن الهيئه العامه للارصاد الجويه من توصيات. ثالثا حاله سقوط امطار رعديه يجب ان المواطن يبعد عن التعرض المباشر للمطر الرعد، لان في كتله من الكهرباء بتسقط لا قدر الله، سقطت بتؤذي وتؤدي الى وفيات. النقطه اللي بعد كده ان احنا لما نقول ان في اتربه ورياح جنوبيه غربيه يجب ان نلبس ماسكات، او المرضى الصدر ما يخرجوش الا للضروره. في حاله سقوط الامطار السيارات على الطرق تمشي بهدوء شديد والمسافات البينية واتباع تعليمات المرور. وفي نفس الوقت احنا الشتاء موجود وممكن نتعرض لموجات من البرودة. احنا دلوقتي في الاسبوع القادم ده موجة من الاعتدال بيتخللها احيانا في فترات الليل طقس شديد البرودة، نلبس الجواكت. اثناء النهار اللبس العادي بتاعنا، لما نقول درجة حرارة النهارده 18 وخلال هذا الاسبوع هترتفع ل 20 و22 درجة، ممكن توصل 24 درجة، فده الجو الطبيعي الجميل. وعندنا مناطق بقى متميزة في هذا الجو زي شرم الشيخ والغردقة، مناطق جاذبة لهذا الجو الجميل الدافئ. ان شاء الله ان شاء الله. يعني كل الشكر لوجود حضرتك معايا دكتور علي قطب، خبير الارصاد الجويه واستاذ المناخ بجامعه الزقازيق. سعدت بوجودك معايا اللي ادى لاستقرار الجوي لحد. شكرا لك. شكرك يا دكتور. عفوا. مشاهدينا الكرام، بكده نكون وصلنا لنقطه ختام حلقه النهارده من هذا الصباح. نرجو انكم تكونوا استمتعتوا بمحتوى هذه الحلقه. غدا باذن الله حلقه جديده، ولكن مع اسره عمل جديده. فإلى اللقاء.